مرحبا اخواني الاعزاء. اشتريت لابتوب او ديسكتوب مع الجيمنج، طبعا مواصفاتها فرضا زينة مثلا، وشغلت عليها العاب شفت اداها ما مقبول، كان يكون هبوط مفاجئ بالفريمات او فريمات قليلة جدا او تدسيم يعني ما مقبول. هذا طبعا يعزى الى عدة اشياء راح احاول اوضحها بالفيديو. الامر رقم واحد، اذا فعل هالسطح المكتب بالنسبة لللابتوبس، اللابتوبس يجي بي كارت شاشة داخلي وكارت شاشة خارجي. كارت شاشة الداخلي يستخدم، هسه اذا اروح مثلا ستارت دوسك امن نقول له ديفايس مانجر، نروح للديسبلاي ادابترز، شوف اثنيناتهم متعرفات، هذا الداخلي هو الانتل اتش دي جرافيكس اللي هو يجي من شركة انتل، وطبعا هذا مستخدم لعرض المواقع البسيطة، عرض الديسكتوب، عرض اللابتوب، او ما شركة التشغيل اللي بدال تشغيله، هذا عن طريق المعالج شو اسمه اللي عارف الكارت شاشة الداخلي. كذلك اي ام دي بعض البراندات تجي شكل اي ام دي المعالج الداخلي الكارت شاشة الداخلي عفوا. هذا ما يفيدنا، هذا مخصص للفيديوهات لعرض ال 2K او 4K، الفيديوهات يعني مجرد فيديوهات او ميديا بس، العاب لا طبعا ما يفيد هذا. يفيدنا الخارجي اللي هو على سبيل المثال انا شركه نفيديا جي تي اكس 1070، كذلك اكو شركه اي ام دي، يعني بس القصد الار تي اكس من شركه نفيديا، الار اكس من شركه اي ام دي، هذا نوع العاب. بعض الاحيان اللعبه تنسب لتشغيلها عن طريق كارت الشاشه الداخلي وليس الخارجي. هذا شلون يتحكم به؟ يعني يجوز يشغل اللعبه ويطلع لنا كارت شاشه داخلي يشغل اي لعبه ما يطلع لنا كارت شاشه خارجي. طبعا نروح لشاشه ستارت، ندوس على السهم، شوف هاي علامه الانفيديا سيتنجز، انا بالنسبه لي ادوس عليها كليكين، على ما تحمل من طلعت لي هاي البرنامج نفيديا اروح لمانج 3 دي سيتنجز. نشوف هنا أنا. يقول بريفيرد جرافيك بروسيسرز، يعني قصده معالج كارت الشاشه والرسومات المفضل اللي يفضل تشغيله. هنا اوتو سيلكت يعني هو كيف راح يحدد على معايير هو خلاص مجهز بيها. لا احنا نريد كل تطبيق ان شاء الله على الخارجي. ادوس اوتو سيلكت اختار يا هو هاي بيرفورمانس نفيديا بروسيسر، مو انتجريتد، انتجريتد قصدي انتل او الاي ام دي الداخلي، هاي بيرفورمانس نفيديا بروسيسر اللي هو الخارجي مال الالعاب. ادوس على هذا واقول له ابلاي. اكو لا مثلا اريد العاب انا اشغلها على الكارت شاشه الداخلي والعاب اريد اشغلها على الكارت شاشه الخارجي. هنا انا بالبروجرام سيتنجز مثلا مشغل العاب، اكو برامج انا ليش اشغل برنامج على الكارت شاشه الخارجي اذا هو مجرد برنامج او مجرد فيديو. هاي اتحكم بيه بنافذه البروجرام سيتنجز. طبعا هلين اول اقلاع عليه فشوي نوعا ما بطيء، نحاول ننتظر شويه. نختار هنا البرنامج اللي نريده، نختار هسه مثلا على سبيل الكونترول بانل، واختار شي نوع الكارت الشاشه اللي اريده منسب الى هذا البرنامج، انتجريتد اللي هو الداخلي او الهاي برفورمانس، نختار انتجريتد اذا اريد، لا اذا لعبه لا اقله جلوبال هاي برفورمانس نفيديا. فهذا اذا اريد احدد برنامج برنامج، هذا كل البرامج انا طبعا افضل هاي الطريقه. هذا رقم واحد. رقم اثنين شنو هو؟ يجي وي ال طبعا يجي وي ال بالنسبة لللابتوبات أو كذلك الديسكتوبات، برنامج من شركة المعالجة للكارت الشاشة، مثلا هي صدرت كارت شاشة شركة انفيديا أو ام دي. اكو بعض الشركات مثل ايسوس، مثل جيجا بايت، مثل اي في جي اي، هذول ياخذون كارت الشاشة ويطورونه، يكسرون سرعته، يضيفون اضافات ويسوون وياه سوفت وير. هذا السوفت وير خاص بهذا البرنامج، هذا السوفت وير فايدته يشغل كارت شاشة على اقصى اداء، يشغله على اقصى فريمات. هذا لازم ينصبه
على سبيل المثال عن لابتوبي هذا، لما اسوي دراجون سنتر اروح للسيستم تونر شوف اسوي لحظه الاوضاع على كارت الشاشه، اما ايكو هاي يعني حافظ على كارت الشاشه يجوز يستخدم تقريبا بنسبه 30% من عده، كومفورت وسط، سبورت قول 70%، توربو هو 100%، وهنا التبريد كولر بوس اذا دفع التبريد. فمن نختار مثلا على سبيل المثال سبورتس راح يشتغل على اقصى شيء. طبعا هذا الشيء هم ما كافي، لازم اشوح انا بالنسبه لللابتوب اروح لشريط ستارت اكو علامه البطاريه بالسلك الكامل واقول له باور اوبشنز، اتاكد انه وضع الحاسبه اللابتوب البروسر هذا مال البروسر مشتغل على الهاي برفورمانس مو على البالانس. بالانس يعني ما يستخدم يعني مستوى وسط مثل ما نقول الحاسبه او الكمبيوتر، اتاكد منه على الهاي برفورمانس. طبعا الديسكتوب ما يحتاجون هذا الشيء اعتقد، لان ما عندهم هذا الشيء او حتى لو موجود هم نفس الخطوات تشوفون تاكدوا منه، اتاكد منه على الهاي برفورمانس. بينما هسه ما راح اخلي على التربو شوف هسه راح يتغير احتمال اعتقد او لا نفسه، مرات شنو من اخلي على التربو يصير التيميت برفورمانس. المهم انا اتاكد من هاي الخطوه كذلك. هاي الخطوه رقم 2. طبعا هذا البرنامج شلون احمله؟ طريقه بسيطه جدا، ادخل جوجل، انا اسوي مثال لابتوب اكتب موديل لابتوب مثلا بالنسبه اي ام اس اي جي اي 72 ام في ار درايفرز، افتحها ادخل على الموقع يجي اكثر شيء وين باليوتيليتي، هنا يجي دراجون سنتر هذا نصبه مباشرة راح يشتغل ويرفع لي كارت الشاشة السرعة مالته. الديسك توب لا، مثلا انا اشتريته من فلان براند مثلا من شركة اي في جي اي مثلا جي تي اكس 1070 بس من براند اي في جي اي، ادخل على موقع اي في جي اي مثلا او اكتب جوجل مثلا اي في جي اي نوع كارت الشاشة مثلا اي جي تي اكس 1070 سوفت وير، اكتب مثلا احمل البرنامج سوفت وير خاصه بي. بالنسبه لشركه اي في جي اي ساعدني بوزيشن اكس او سي اللي هو مختصر من اوفر كلوك. هذا شنو هو؟ هسه خليه يحمل وشوفوا قصدي. هذا برنامج كذلك شلون هذا الاي دي؟ ما راح تفعله راح يشتغل كاعدادات كارد الشاشه. هنا تقدر تتحكم بالسرعه، تقدر تتحكم بعدد الدورات بالدقيقه، كذلك المراوح يمتى يرفع كارد الشاشه يمتى يشيل. فهذا الشيء ضروري جدا تفعله كارد الشاشه. بقت شرط الهبوط بالفريمات المفاجئ. شرط الهبوط بالفريمات المفاجئ يصير اذا اكو رام واحد بالحاسبه، مثلا انا عندي 16 جيجا بس هذا 16 جيجا مجرد رام واحد مو رامين، هذا الشيء خطا. يعني هسه على سبيل المثال لو احط لي رام 32 جيجا واحد وقارن سرعته ويا سرعه رامات اثنين الواحد على 8، يعني 16 جيجا بس متكون من رامات اثنين 8 جيجا وواحد 32 جيجا بس 32 جيجا بوحده، نلاحظ انه الاداء مال رامات 2 8 جيجا في 2 يساوي 16 اضعف من 32 بوحده. السبب انه مثل ما نقول ما يصير ضغط واحد على الرام، يعني يصير منفذين حتى يتخزنه من يعني اتصال مثل ما نقول احنا ما نعرف بالحاسبه او بالكمبيوتر تتواصل صيغه الخطاب بين الرام والبروسيسر والكارت الشاشه، مثل ما نقول وفر طريق اكثر لمرور البيانات او الداتا، فما راح يصير حمل او ما راح يصير حراره ما راح يصير كذلك ضغط مفاجئ، فيتحمل كل منه ما يصير نقول عنق زجاجه. يعني اذا اربع رامات اضبط من رامين ورامين اضبط من رام واحد، واسوء شيء هو رام واحد، فلازم انا احاول ما اخذ رام واحد 16 جيجا اخذ 2 و 8 جيجا نفس البراند يصير اضبط. هاي يعني الحلول الدارجة حاليا واللي هي اكثر شيء سبب مشاكل يشهدها المستخدمين. طبعا بقى الحل الاخير احتمال تعريف كارت شاشة او هيك شيء، بس يعني هاي الحلول اللي تفضلت بها انا هي اكثر شيء دارجة تسبب ضعف بهذا الشيء. واتمنى يكون هذا الفيديو وصل الصورة بعد وفعل بعض المستخدمين. اتمنى يسوون سبسكرايب لقناتي وأكون ممنون منكم.